عندي شهود لما اشتريت الغنم والله كنت رحت فيها. ايه بس 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 يعني الغنم رجعت لاصحابها وانت طلعت من المولد بلا حمص. وراحت قروش يا دحرو. قروشك يا عقاب؟ انا كنت مستنيك تجيني سند، رجعت بدك مني سندك. يعني يا دحروج تتخلى عني يا صاحبي؟ باطل، انا اتخلى عنك لك عقاب؟ لا، مو دحرج اللي بيعملها، انت دراعي اليمين وانا ما بتخلى عنك، بس اعطيني مهله لافكر منيح. قول لي كتفوك، اذا ما بخليهم ينسوا اساميهم انا ما بكون دحرج. طيب يا اخوي يا دحرج، شو اللي بيخليك تاجل قضيتي؟ وردخي هلا دحروج بحسبني اني بدي شرشحه وبهدله بالبلد ولما الناس عليه بالزعبره. معناته لازم نساوي شي تاني، شي ما يخطر على باله. لك لازم العب عليه. بكره بدي حاكي بوش بجوش وخليه يفكر انه ضحك علي واني صدقته واني حرمه مسكينه وجدبه كمان. وبعدين إلا إذا كنت بتلقى يوم دحرش خليني نام. خاطري يا أخي أحكي لك عن شغلي. أحكي اللي ببالك. حابة أفرح فيك وشوفك متجوز ومخلف أولاد ويبطلوا الناس يحكوا عنا أنه مساكين وضعاف. شوف لك واحدة من رفقاتي. نحن يا حنان بعدنا مساكين وبعدنا ضعاف وما في بحيلتنا قدرة على جهاز العرايس. لهي عليا رفيقتي وأنا بمون عليها. عليا بنت كويسة وطيبة مثلك، بس مين اللي بيقدر يمون على أبوها؟ ما في حدا ببلدنا بيعطي بنته لواحد من غير ما يدفع له ذهب ويكلفه بمصاريف. حنان
أنا شايف إنه الله هيك لو يبعث لك شاب ابن حلال كويس وجوزك قبلي واطمن عليك. تعرفي لك حنان، لو الله يبعث لك ابن حلال يحافظ عليك وترتاحي معه، ولو كان حالته مثل حالتنا فقير معلش. إيه بس أنا والله ما أنا ما راح أطلب منه أكثر من طاقته. ما بدي أخي، ما بدي، الله يخليك. صباح الخير. صباح الخير سيف، طمني ان شاء الله نمت منيح. نوم المقهور يا دحروج، حاسس بالنار عم تحرجه في من كتر غلي. بسيطة طول بالك، بس لأفضل لورجيك دحروج شو بده يعمل فيهم يا عقاب. هاي وردة اخي، مستقصدتك من الصبح. فتاح يا علي، ايش هو الصباح هلا وقت الشرشحة والصياح؟ صباح الخير جارنا دحروج، مين عندك؟ يي يا صباح الخيرات والليرات، يي صباح القشطة والحليب والوش الحلو ما يجيب لك. هذا أخي وصاحبي وحبيبي عقاب. يي عقاب، هذا من ريحة الحبيب، عزيز وصاحب عزيز ومن عظام الرقبة. أماني بالله عليك تتفضلي وتفوتي وتشربي شاي. إيه إذا عقاب ماله غريب، أخوك مثل أخي. تفضلي. يا صباح الخير والسعادة. يا عقاب. يا أهلا ويا سهلا ويا ميت مرحبا. تفضلي. من ايد مال عدمة يا حق. يا اهلين وسهلين. بتعرف دحروج، يعني انا اجيت لعندك لانه مالي حدا غيرك انت وعقاب. ابشري يا ورد اخي. تسلم ان شاء الله. دحروج انا بدي اياك تخلص لي حقي من النيبي، بتعرف انت انا حرمة مقطوعة ومالي حدا بالدنيا. ابشري وانا عقاب. ابشري ولو لحقت حز الرقاب. ومشان امبارح والله انا كنت متضايقه كثير وزعلانه وما كنت بعقلي، يعني لولا هالشغله ما كنت بشهد عليك. شو يعني؟ ما في؟ ايه تقبرني، ما في خلاف ابدا، وقلت لك انه انا ما كنت بعقلي. بس شو بدي اقول؟ الله يلعن الشيطان يلي ما بيدل بني ادم على الخير ولا على الناس اللي فيهم الخير. شو اللي صار لك امبارح يا ورد اخي؟ الله يكون بعونها، مصايب النبي وبلاوي ما خلتها تجي وتخليني خلص حقها منه. انا حكيت لك قصه مع النبي. ها هذا شيء ما بينسكت عليه؟ مشان الله ما تواخذيني يا ورد اخي، ترى انا ما نسيتك، بس يعني امبارح اجا اخي وصاحبي وحبيبي عقاب وشوي هيك التهيت بمشاكله. يا ويلا كنت رحت لعند النبي وشلعت لك عيونه. ايه يا عقاب عنده مشاكل ولي على قلبي انا، ان شاء الله بتقطع وبدوب مثل الشمعة. اسمع يا عقاب وشوف، ترى انا وردخ عندي من الكيد انا طير اذا بيلزمك. اللي انت شو مشكلتك وانا بقول لك شو تساوي، ومثل ما بدك توقف معي وتخلص لي حقي من النابة انا وبدحروش وكيدي لعيونك. تسلم يا وردخي. أنا عم قول يا عقاب مشاكلك لاحقين علي، مشاكل وردخي هلا أبدا. قوم لنروح ندب ونطب حالنا للنيبة. يلا شوف، يلا قوم 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 يلا 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 قوم 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 حرك يلا لعند النيبة يلا. ما توقفين أيوة يا النيبة، واللي جايين فيه نحن هو لصالحك قبل ما يكون لصالح وردخ. يا النبي وردخي وكلتنا نتفاوض معك ونحن موكلين. انا شاهد على هالكلام. ايوه انت لازم تعرف يا النبي، اذا ما صالحت اليوم قبل ما يجي المختار بصير مالك وعيالك والتوب اللي عليك ما بيكفينا حقها.
يا جماعة أنا بدي أنهي هالقصة مع وردخي لأنه بدي أتفضل غيرها. أنت يعني ما تسمع يعني وردخي لاحقتك بثلاث مطالب. أول واحد عم تقول إنك أنت اللي سرقت ذهبها وفلعوس اعترف وكل البلد سمعته وما بعد الاعتراف إلا الجزع. يا عمي فلعوس هذا مجنون. إذا كان فلعوس هلأ مجنون وقت اللي اعترف ما كان مجنون. وأنا عم أقول لك يا النبي ادفع لذهب قبل ما يجي المختار ويدفعك يا مربع. ألطم على راسي يا جماعة ألطم على راسي. لك حد الله ما بيني وبين ذهبها. لك من أجلها لا يرجع الباب ولك. والثانية يا دحروج. والثانية يا النبي اتعديت على دار وردخي وللدار حرمة وحق وانت بتعرف هذا الشيء. طيب عن هي بعطيها يلي بيرضي. والثالثة اعوذ بالله من شر الثالثة. والثالثة يا النبي انك سحبت البارودة مع سبق الاصرار والترصد وظبط العيار وقوصت قدام كل اهل البلد. وعن هي مستعد ارضيها كمان. حلو انت عيني اخي. نحن منمون على وردخي ان تقبل منك عن الثانية والثالثة الاربع بقرات اللي عندك. شو وهذا قليل كمان. يا النبي ادفع هلأ مشان تخلص حالك. بكرة الاربع بقرات ما بيكفوا حق الدار لحالها. أساساً نحن بدنا نجبر وردخي إنها تقبل بالأربع بقرات عن الثاني والثالث. أنت فكر وعطينا الجواب. إذا ما عطيتنا يعني ما رديت الجواب وطنشت لا تعتب علينا إذا صياحك طلع من أحف راسك يا النبي. موافق يا عمي موافق. هالبقرات كل شي بملكه خليها تاخذهم وتعف عني. عن الثانية والثالثة بس ها؟ يا خراب بيتي. خير يا بنتي شو صار؟ يا بيي عياش ومدي عشرد وبالله من البلد. روحي جيبي لي بارودتي من تحت الفراش. لا ما بدنا مواريد. ما قلتي يا النبي يا النبي اذا طلعت هلا انت ورا عياش شو رح تقول عنك وردخي؟ ها؟ وشو اللي بتقدر تقوله يعني؟ رح تقول عنك اللي انت هلا عم تقوله عن عياش. شرد النبي مثل ما قالك طلابي عند عياش وردخيل عندك طلابي. اتروح تبلط البحر. لك لا يا اني بلا. عياش ثبت عليه انه حرامي لما هرب وانت اذا هربت بيثبت عليك انك حرامي. انا لاحق عياش مو شارد من وردخي. لك ايه بس وردخي رح تقول شي تاني. انا برأيي نحل مشكلة وردخي من اول عياش لحقنين عليه. ايه حنان احكي لي لشوف. بس شي قالت لي ما اجيب سيره لحدا. بس انا ماني غريب. يعني هلا انت ما بتعرف حكي البنات. ما بدك تحكي بلا تصلي فيه. صبي بلا بس لا تجيب سيرة. بديعة بتزعل مني وبطل تحكي معي طول عمرها. بديعة بتحب فلعوس. شو؟ بتحبه؟ معقول؟ وأنا قلت مو معقول منوب. غريبة. هي مجنونة اللي بتحب فلعوس. إذا هالحكي صحيح معناتها بديعة صادقة باللي قالته وإنها طخت فلعوس مشان ترعبه وتطيبه ومو قصدها أبداً إنها تصيبه. هذا الشيء ببريه وببري عياش. ايه بس احنا ما فينا نحكي. بديعة وصتني. خليني شاور حالي وشوف اهون الشرين. املي ما خاب فيكم والله والله طلعتوا رجال. ها على راسي. بس بدي اقول انه دحروج زودها كثير على النبي. كل البقرات لك وكلهم قلال لعيون وردخي. تسلم يا دحروج تسلم.
قولي على قلبي يا النبي. هلا انت شفقاني علي؟ يو شو مفكر قلبي من حجر صوان؟ لا خانوني. ايه كلهم اربع بقرات. ايه اربع بقرات بيهزوا البلد. ايه والله بيهزوا بلد بيهزوا. هلا قالولي بقرات وردخي ما بده الراعي؟ طبعا بده الراعي. دكان ما احلاهم يضلوا بدون راعي. انا بشوف انه عقاب لازم جازيه على وقفته معي وتخليصه حقي. ها شو جزاته؟ انا بقول جزاته على ربه. لا انا بقول جزاته اني شغله راعي عندي. عقاب ابن حلال مستاهل كل خير. مو انا عند حسن ظنك يا وردحي. ايه فانا ما هيك لك. انا ماشي شو بعدني؟ ما بايدي لا شغله ولا مشغله. انت ببالي يا دحروج بنسى ببو عيني ولا بنساك؟ شو تنسي ببو عينك وما تنسيني؟ انا على حد علمي ما عندك شغل غير رعي البار. امبلا في شغله تاني بشغلك مساعد لعقاب يعني خدام. خدام يا وردخي؟ بقصد يعني بتلحق الراعي بفطوره، بتجيب لي اخبار منه، بتاخذ له اخبار مني، بتاخذ له اكلاته، بتخدمني. وهي يعني يا سيدي بسموها خدام. ايوه نعيتي لي وظيفه محترمه يا سيدي. هي بالمشرمح عنا بالضيعه بيقولوا لحوق، يعني يلي بيلحق الراعي. انا كرمال عيون وردخي بشتغل خدام وانا رضيان. ايه روح 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 اغلي لنا ابريق شاي لكان. ايه امرك امرك يا معلمتي. ما عقب روح احلي بالبقرات وودي طنجرة للنابة وبنته. معلش صدقة ونيالك يا فاعل الخير عند الله، بس خليه يرجع الطنجرة مو يلهفها. حاضر معلمتي. كل ما ضربت أسداسي بأخماسي بقول لازم شوف فلعوص. لا يا خي فلعوص لا، أنا خايفة بعدين نصير بنص المشاكل وما نخلص مشان. لا تخافي لا تخافي، بركي بيجي الخير والصلة على أيدينا ومنبيض وش. إن شاء الله. عاد عفان راسي من رجلي، أنا التخمت مثل اللي بخت عليه الحيل. راح مالي والبقرات راحوا. شبك يا بي شبك؟ قولي لي يا بنت هذا عياش هرب بنته معه؟ ايه هرب بنته معه. معناتها هرب المونه وهرب وهرب راس ماله معه. ليكك بتعرف انه بنته راس ماله؟ ايه نعم. حقيني زتي هالمكنسه جوا وسكري الباب والحقيني لقلي. واقف عندك يا النبي. اعوذ بالله من شوفتك عند الصبح يلي بتقطع الرزق. ما في من وراك ومن ورا دحروج غير خراب البيوت. انا ما راح احكي معك لاني عارفان انك زعلان. شو بدها مني؟ معلمتي وردخي الله يطول عمرها بعتت لك طنجرة الحليب. ها وردخي انا مالي فداوي عند وردخي، انا النابي على سن ورمح، انا بتتكرم علي بشوية حليب من بقراتي. امشي يا بنت. لا لا مثل ما بدك، ذنبك على جنبك بلا ما تشرب حليب. نحن منشربها. عزل الارض منيح من الاحجار، خلي البقرات تنام على ارض طريه.
حيرتيني. يعني لو كان عملنا حصيلة للبقر مو أحسن ما يباتوا هون؟ لا، بدي بقراتي تنام قدام عيني. إيه؟ دحروج يا ولد. نعم يا معلمتي. شوف لي هذا يلي اسمه، هذا اللي اسمه النبي. شو ما صوته عم يلعلع بالحارة؟ هذا صوت النبي، ومبين من صوته انه مو جاي لعنا. ايه، اذا مو جاي لعنا شو بدنا نحنا؟ عمكو النبي كبراني من نفسه. ان شاء الله عمره ما يشرب. اساسا الصوت العالي من الطبل الاجوف. اشرب يا خدامنا، اشرب. مالي نفس يا معلمتي، مالي نفس. عقاب، ها روح اري البقرات يلا. لك علي صوتك، خلي كل الناس تعرف انه عند ورد اخي في بقرات. علي جيب الحليبات وتعال. والدليل انه بديعة قصدها خير وما في بنية انها تطخك، ليك قاعدة عم تستناك مشان تخطبك. لك ايه، البنت بتهواك وقصدها ترجع لك عافيتك وصحتك. ونسيت؟ نسيت انه الخوفة بتطرد خوفة؟ لك وين انا؟ كانوا عصافير مخي. لك ليش فاتتني هاي؟ لك ليش ما فهمت انه بديعة طختني لانها بتحبني؟ ودي اكيد بديعة بتحبني. مهم اقتنعت انها بريه؟ ما مهم اقتنعت ولا ما اقتنعت، المهم انها بتحبني. بتحبني. بس انت كيف عرفت؟ حنان قالت لي. فلعوص اوعى تجيب سيره لحدا. ها بتعرف عشان بديعه ما تصير عكه بتم الناس. ها حنان اختها؟ بخاطرك حنان. وديع وديع استنى استنى. خيه طبيهن انت، طبيهن وانقليهن على البيت. انا بدي ضل قاعد هون حتى ما يجي حدا يستغل الوضع ويسرق شيء. ما تتشي علي. انا بعرف انه عقاب ودحروج رح يفكروا يغدروني، بس امتى؟ مو اليوم ولا بكره. أكيد رح يستنوا أسبوع زمان لحتى يدبروا خطة. يمكن يجوا بكرة يبكوا قدامي ويقولوا لي البقر نهبوهم قطاعين الطرق. أه شو أنا؟ بس قبل ما يضحكوا علي بكون فشيت غلي بدحروش اللي خليته يقعد خدام تحت أمري. بعدك ما شفت شي من كيدي يا مدحرش. خليهم ينهبوها بكره، بتلزمني بدي ساويها مربط للبقر بالشتويه والناس تشهد. يا بقرة ورد اخي الله يخفيك على وجه الارض. يا عقاب ليش عم تدعي على البقر يا عقاب؟ انا قاعد اقول امتم بارات ورد اخي بدهم يختفوا عن وجه الارض، لا من شاف ولا من دري. اللي بقلبك بقلبي لك يا عقاب. انا ترفيت دراعك يا دحروج. انا اللي ترفيتك. معلمتنا بعثت لك بندوراي وخياراي وخبزتين. ايه والله وصرنا رعيان عند ورد اخي. وايمتى ناوي؟ افكر لك يا عقاب. ورد اخي مو قليله، ان شاء
شغلة بدها تخطيط. أهلا أهلا وسهلا بفنعوص. تفضل. الله يمسيكم بالخير يا طياب. يا عنب بعنها إيده متدلي على حباب. شو شافك صحيت وطبت لك فنعوص؟ شو وصلك؟ ما في مشكلة ولا كاني ولا ماني، وهذا خدش بالجلد براني. قولوا معي قولوا معي، الله يسهل على اللي شفاني. الله لك شوف العوص، ليكون قصدك بديعة. بديعة؟ ايه بس بديعة ما بيطلع لعندي يعني، غير اني اذكرها بالخير وتشكرها لاني شفيت على ايدها، مشان اجي لعندك وبوس هاللحية الغانمة واطلب ايد اختك حنان على سنة الله ورسوله. ترى انا جيتك طالب ولا نسبك راغب، وان شاء الله ما بتردني خايبها. شو عم تحكي لك فلعوص؟ لك شو جنيت؟ لا يا اخي انا ما باخذ فلعوص. لا تاخذ على كلامها وديع، هدول بنات بيحبوا المدقرة والمجاكرة والمقهرة. ايه انا بعرفهم. حنان صغيرة وما عندي نية جوزها. بعدين انت رجال كبير وانا ما بدي احط خطيط اختي برقبتي. ترى بزعل منك. ها تزعل ولا بكيفك؟ بدك تتجوز قوم الحق بديعة ودور عليها. ايه بدور على بديعة. ماشي. شوف وديع، ترى اللي بريدك احسن من ما بريدك. ها طيب سلام عليكم. مع السلامة. شرف. قلت لك يا اخي خير لا تعمل شر ما بتلقى. ما فشل بيقول لي عقلي يقوم احرق كل شيء من اثر عياش. طول بالك هي اغراض بتسوى كومة مصاري، وهذا اللي انت. انا ما عم بتذكر شو قلت وشو ما قلت، ولك راسي ما عاد تجمع. مقهور انا، مقهور كثير يا رفقه. يا بي طول بالك. اعطيني هاتي كبريتي، هاتي كبريتي لهون، اعطيني الكبريت. طول بالك بالي هلا اصفي لك يا عقاب، وبدي دبر لك كيد يقهر عدوينك قهر ويحرق قلبهم. الله يخليك يا معلم. شايف يا عقاب؟ شايف شلون معلمتنا قلبه عليك؟ دير بالك بزياده على البهارات. عقاب صب لي شاي. حاضر. دخلك مين هو غريمك؟ ومن انو بلد؟ غريم يا معلمتي، واحد زلمي راح لبعيد. شفتي يا بنتي؟ شفتي؟ الهم الكبير والوسخ هو هم وردخي، ونزل عن كتافي والحمد لله. اي والله يا بي. بس هم الكبير يلي بيقطع القلب هو هم هالبنت هي الصغيرة واخوها الطيب. وديع. وهي شو اسمها؟ حنان. الله يرضى عليك يابا، الله يرضى عليك. ابقي مرقي عندهم وسايريهم، حرام هدول يتامى. خدي معك شوية تين كمان، خدي معك شوية تين الله يرضى عليكي. تكرم يا بني تكرم. يدعوا لنا ايتام هدول، حرام. اوف حراس البر ما اطول معانيك، تلفت البحر وانا الله يجازيك من كم يوم وكم سنه وانا بناديك عجيب ما رديت الجواب. يا صباح الخير. صباح الخير يا صاحبه البقر. يا صباح الخير. صباح الخيرات. فطرت يا لحقنا؟ لسه ما فطرت يا معلمتي. ايه تعال افطار، هي الخبز سخن واللبن من خير الله كتير. تعال مالحنا وكل من زادنا لحتى ما تقدرنا. باطل. لا يا وردخي لا، هيك انت خليتينا نصير اصحاب بار، وانا علي جهز البيت ولو. وبعدين يا عرقاسي. والله يا عرقاسي بعدين نتجوز. ايه تعال الدولة وخود للراعي فطور وتعال. رجعي تيناتكم الله ييسر لك، احنا مو قاعدين هون نستنى بتيناتكم. اخي وديع شب وزين الشباب وما بدنا حدا يتجمل علينا منو. يا عيب الشوم، لسه ما فقستي من البيضة وبدك تتكبري على التين يا ست حنان. ايه والله
الصغير بيكبر والفقير بيغنى. يه حق علينا اللي بنشفق عليكم. ما تذكرتونا واحنا كوم لحم. اليوم ابوكي بعت النتين مشان نغير راينا. بس لا قولي له لابوكي حق اخي ما بنتركه. خير خير شوفي هاي رفقه جاي تتكرم علينا بتين. حنان هديه الكريم ما بترد خاصه اذا ما كان فيها غايه. بس اذا كان يا خافي فيها اسرارك بديل تقدح نارك. عجيب كبرت يا دانا ولبستك التانى. لك لك البقر بدها ديرة بال وملاطفة، وإذا حرمة إجاها الطلق بتلاقوني عند بقراتي عم زهزة عن حالي. لك بدي دور على الرزق. مرحبا كيفك؟ يوه 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 مرحبا يا بنت عدويني. قولي له لأبوكي إذا بده يقوصني بتلاقوني عند بقراتي بين رعياني وخداميني. وقولي له كمان لأبوكي إذا ماله عزوة يشتري له عزوة بصل له قيمة وما حدا بيسترجي حكي خاطري. سلمي لي على النبي. اخص على هالدنيا اللي بتخلي وردخي تمشي على الارض وتموج. يعطيك العافيه وردخي. الله لا يعافيك يا بعيد. هلا صرتوا تقولوا لي يعطيك العافيه لانه صار عندي بقرات وصرت غنيه. يخرب بيتكم ما بتلحقوا الا يلي عنده مصاري. بركي بتلحقكم شي فتفوته من فتفيته. لك اخ يا حيف على اللي ما عنده كرامه. ولك يا ولد يا حميد. ايه يا عونش. دخلك شفت اللي عقاب هتلاقي مطرحه. ها وكيف حال بقراتي معه؟ ما بنزوا على بعضهم لما بينهرهم. قولين ما لهم خاطر يصيرون قدامه. البقر لما ما تأمل لراعيها يا ما اكثر روحاتها وجياتها وبلاويها. اي يخرب بيتك رعبتني. ولك شو عندك من المراجل يا حميه؟ لو هاجمتني ذياب بالمخالب ونياب ما اشرد من قدامها ولو ما في بيدي غير حفنه تراب. لكن مالي بخت. ها 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 وشو في عندك من المكر يا حميه؟ بفتن بين الدوده وجرابها وخلي جراو الكلب ينهشون قلبها بعد ما كانوا حبابها. لكن مالي بخت مالي بخت يا ورده. يخرب بيتك بيطلع منك كل هالشي وانا مو مولدتك على دياتي. يخرب بيتك شوفها شوف هدول مصاري هدول مصاري ليرات تفيها عليكم يا ليرات يلي كل البلايا السوداء بتطلع منكم. تف عليهم ولا حميه تف. لا ما اقدر يا وردخي هذول مصاري مصاري. ها معناته يا اخوي هذول بختك وديوار. هذول بكبروا راسك على المخدة وبكتروا عداك وحسادك. قول ان شاء الله يا اخي. ان شاء الله ان شاء الله. احميد اريدك مرسال. في الحال في الحال اكون مرسالك. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا بهي انت انهميت بزياده لما خبرتك عن حنان واخوه. هدول مو للقوة رجال ولا عتعيت بالمجال. وقت يلزمني المختار بحقهم شو بدي اقول له؟ الذهب راح والبقرات راحوا شلون بدي راضي لوديع؟ شلون بدي ارضيه؟ ما في غير اقول له تعا يا وديع انا جوزتك بنتي رفقه. لا يا بيي لا انا ما بقعد ذليله عند حنان. عرفت البلد تمام؟ ابيها قدامي. والرجال وش اسمه؟ عليان. برافو عليك برافو عليك وعفارم عليك. بدي اياك تشرط على عليان وتقول له لما يكتف دحروش يقول له انه يلي بعتت المرسال وخبرت عنك وحده اسمها وردخي بنت الدرغله. شو؟ وردخي بنت الدرغله. الله معك يا اخوي الله معك. الله معك الله يوفقك.